طيب احنا كده بدأنا التسجيل، بسم الله. المفروض السيشن دي بقى هنتكلم فيها على ايه؟ السيشن اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الزد ترانسفورم، كان قدامنا المثال ده اللي كان في الاساينمنت بتاعنا، بيقول لنا نجيب الترانسفور فانكشن اللي هي الاتش اوف زد، فكنا بنجيب الواي اوف زد ونعمل بقى الزد ترانسفورم بتاعنا، ونخلي الواي اوف زد في ناحيه والاكس اوف زد لناحيه لوحدها، وبعد كده بنقسم الاوتبوت اللي هو واي اوف زد على الانبوت اللي هو اكس اوف زد، وبعد كده اللي بيتبقى على ناحيه اليمين ده اللي احنا بنسميه ترانسفير فانكشن. بعد كده بقى ابتدت الناس تلاحظ ان راس السؤال في حاجه زياده احنا ما خدناهاش، وده اللي هيبقى الجزء بتاع شرحنا النهارده، وهنتكلم عليه برضه من المحاضرات، لان انا جالي كذا طالب او كذا شكوى في حته السلايدز مش مفهوم فيها ازاي بنعمل الانفرس، ازاي بنعمل الانفرس زد ترانسفورم، والحاجات اللي في المحاضره اللي هي السلايدز اللي في الاول في المحاضره بتاعت الزد ترانسفورم نفسها مش مفهوم. حاضر ابراهيم، هديك دلوقتي البيرميشن. تمام، معاك كده البيرميشن. طيب فهو بيقول لنا هنا ايه؟ find the system function h of z and unit sample response h of n. هو ده بقى اللي احنا عايزينه، اليونت سامبل ريسبونس اللي هي الh of n دي اللي يقصد بيها ايه؟ هي السيجنال كانت في الاصل اصلا هي كانت يونت سامبل ريسبونس، يعني هي كانت في الاصل حاجات بالان زي ما انتم شايفين، هي بدلاله الان y of n، فهي كانت اصلا مكونه من سامبلز في التايم دومين. بعد كده احنا استعملنا الزد ترانسفورم وحولناها للفريكوانسي دومين وجبنا لها الترانسفير فانكشن بتاعتها. دلوقتي بيقول لي فايند ذا ترانسفير فانكشن وهات لي اليونت سامبل ريسبونس بتاعها. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لي اعمل لي الزد ترانسفورم وبعد كده يا ريت بعد اذنك اعمل لي الانفرس بتاعها عشان تجيبه لي. فاحنا عشان نشوف بقى الجزء بتاع الانفرس تعالوا نشوف المحاضره، بحيث ان احنا نخبط عصفورين بحجر، ان احنا هنشرح حاجات في المحاضره ودي منها هتفهمكم ازاي بنعمل الزد انفرس او الانفرس بتاع الزد ترانسفورم، ومنها تقدروا تحلوا الاساينمنت، فهتعملوا اللي هو الاساينمنت بتاع شابتر 3 ده هيتعمل تاني، ولكن بعد ما نجيب الزد ترانسفورم بس هتعمل لي الحته بتاعت الانفرس بتاعتها. فالاساينمنت هيكون سهل، مش هيكون حاجه صعبه، حتى شابتر 4 الحاجات اللي فيها هتكون اسئله نظري، هديها لكم اساينمنت حاجات بسيطه جدا جدا جدا، هترد بس تقول لي ده ده ريكيرسيف ده نون ريكيرسيف، حاجات كده سهله هنشرحها النهارده ان شاء الله سريعا ونمر فيها. يبقى احنا كده خبطنا عصفورين بحجر، ادينا اساينمنت واشتغلنا بايدينا وفي نفس الوقت فهمنا الكلام اللي في المحاضره، ده يهمني جدا. طيب فهو بيقول لحضرتك ايه؟ ان في الزد ترانسفورم عشان اجيب الانفرس بتاعتها في عندي طريقتين اللي هي اللونج ديفيجن والبارشال فراكشن. تعالى نتكلم على الاثنين. تعالى نشرح الاول اللونج ديفيجن ده بيشتغل ازاي، لان برضه كان في واحده في الجروب بتاعتكم كانت سالتني المره اللي فاتت ازاي يا باشمهندس بنعمل حوار اللونج ديفيجن ده بيتعمل ازاي. فانا ممكن نوريكم كده ايه مثال. تمام، لو انا قلت لك دلوقتي اعمل لي لونج ديفيجن لحاجه بسيطه زي كده، بقول لك اعمل لي، تعالى نجيب مثال بسيط، حاجه زي هقول لك اكس سكوير زائد 9 اكس زائد 20 مفروض هتقسمها لي على اكس بلس 5. الشغل هيكون رياضه شويه ولكن مهم جدا جدا جدا، لان ده اللي بيعكر مزاجنا في الامتحان، وده اللي معظم الناس بتبتدي تتلخبط فيه. فانا هروح عامل علامه بقى اللونج ديفيجن اللي احنا بنزهق منها كلنا دي، اللي هي كده، واقول له اكس سكوير، بكتب له هنا الحاجه اللي هي اكس سكوير زائد 9 اكس زائد 20 تتقسم على x زائد 5 يبقى تتحط هنا. تعال بقى نشوف القواعد اللي احنا بنعملها ايه. اول حاجه حضرتك بتعملها بتروح ماسك اول حد على الشمال، ايدك الشمال ده كده، وده هنروح قاسمينه على اول برضه حد من ناحيه الشمال،
بقسم الاكس سكوير على الاكس يبقى فيها كام؟ يطلع لك اكس، تروح كاتبها لي فوق. يبقى اول حاجه هي القسمه هنعملها، قسمه الحد الاول على الحد الاول، اكس سكوير على الاكس باكس. بعد كده تروح واخد الاكس دي بقى الخطوه الثانيه، تروح واخد الاكس دي تروح ضاربها في كل اللي موجود هنا. ونروح منزلينه تحت اللي احنا كاتبينه، يبقى اكس لما تيجي تتضرب في الكلام ده كله يديني اكس في اكس باكس سكوير زائد اكس في 5 ب 5 اكس. طيب بعد كده اعمل ايه؟ تروح حضرتك شادد خط كده بالمنظر ده وتطرح اللي موجود فوق ده ناقص ده، تطرح اللي هنا ده كده ناقص ده يطرحه من بعض. تعالى نطرح x سكوير ناقص x سكوير بزيرو، بعد كده 9 x ناقص 5 x يديني موجب 4 x، بعد كده ال 20 الحد اللي بعده بقى هينزل على طول اللي هو مين؟ اللي في الحاله دي اللي هو ال 20 هنزلها على طول زي ما هي كده زائد 20. تعالوا نظبطها شويه عشان شكلها مش لذيذ كده. طيب انا كده وصلت للشكل اللي انا فيه ده، اعتبر دي بقى هي عمليه القسمه الجديده. انا كده خلصت، يبقى انا تعالوا نعيد الخطوات تاني. انا كده عملت الخطوه الاولى في اللونج ديفيجن، قسمه ضرب طرح، قسمه ضرب طرح، قسمت اول حد على اول حد والناتج بكتبه فوق، بعد كده هضرب الناتج ده في اللي على الشمال كله وبعد كده بنزله هنا واطرح. طيب طلع لي دلوقتي ال 4 اكس، اروح واخد ال 4 اكس دي، هي دي بقى اللي هتتقسم دلوقتي، اقول له اقسم ال 4 اكس على الاكس. 4 اكس على الاكس بكام؟ زائد 4، تقول لي يبقى زائد 4. وبعد كده نعمل ايه؟ نقول له خلاص زي ما عملنا المره اللي فاتت، اروح واخد ال 4 دي واقول له يلا اضربها في اللي موجود كله هنا، 4 في اكس انزلها تحتها هنا ب 4 اكس، بعد كده زائد 4 في 5 ب 20، ادي ال 4 اهي. انا رحت في حته ثانيه، تمام. 4 في 5 ب 20 اروح اقول له زائد ال 20 واشد الخط الجميل بتاعي ونحط علامه الطرح واقول له اطرحهم من بعض. 4x ناقص 4x بزيرو زائد، في هنا برضه زيرو، 20 ناقص 20 بزيرو. خلاص طالما حضرتك ومفيش هنا أي حد كمان، يعني مفيش هنا جنب هنا كده مفيش، خلاص أنا خلصت، يبقى كده أنت خلصت اللونج ديفيجن. يبقى نتيجة قسمة x سكوير زائد 9x زائد 20 على x زائد 5، نتيجة القسمة دي كام؟ هي x زائد 4. في أي حاجة كده مش مفهومة في اللي احنا قلناه ده؟ شباب في حاجة مش مفهومة؟ فهمنا اللونج ديفيجن مشيت ازاي؟ يبقى هي عبارة عن قسمة ضرب طرح، بقسم أول حد على أول حد وبعد كده الناتج أروح كاتبه فوق وبعد كده أخده أضربه في اللي على الشمال كله وأنزله تحت اللي على اليمين ده أنزله تحته وأشد الخط وأطرح ونكمل على الجديد وهكذا. في حد مش فاهم الدنيا؟ نعيد تاني؟ في أي مشكلة شباب؟ طيب مفيش حد بيرد كده إن مفيش مشكلة، يبقى خلاص نكمل. تعالوا بقى نشوف المثال اللي في المحاضرة اللي الراجل بيقول عليه. نعمل لي شابتر 3 اهو. دلوقتي الراجل بيقول ايه؟ بيقول لي اعمل لي انفرس زد ترانسفورم، انا بتكلم على الكلام اللي هو اللي هنا اللي في السلايد اللي تحت على الشمال دي. بيقول لي اعمل لي المفروض انفرس زد ترانسفورم للزد زائد 1 على زد سكوير زائد 2 من 10 زد زائد 1 من 10. يعني تعالى ناخدها هنا كده، تبقى هنا بس لوحدها عشان اعرف انقلها.
let's see, square. تعالوا ننفذ دي مع بعض ونشوف بقى احنا عايزين نوصل لايه بعد ما بنعمل اللونج ديفيجن. انا عايز اعمل ايه بعد ما اعمل اللونج ديفيجن؟ تعالوا نعملها مع بعض ونمشيها واحده واحده. هاجي اقول له الخط الجميل بتاعنا. واقول له انا بقسم زد بلس واحد، بحيث ان هي عمليه عكسيه للي احنا عملناه قبل كده، هي اللي هتتقسم على زد سكوير زائد 2 من 10 زد زائد 1 من 10. نتأكد من المعادلة. تمام، كله صح مظبوط. يبقى نيجي نطبق نفس الكلام. هقول والله ادي الزد دي هي اللي هتتقسم على اول حاجه اللي هي الزد سكوير. لما اجي اقول لك زد على زد سكوير بكام؟ الزد دي واحد مع السكوير، يبقى بواحد على زد، يعني اللي هي بتساوي كام؟ زد اس ماينس 1. اظن دي كده ما فيهاش حاجه. يبقى هقول له نتيجه العملية دي هو زد ماينس واحد، هو ده اللي هيتكتب فوق. اروح واخد الزد ماينس 1 دي كلها، اروح ضاربها في كل اللي هنا ده. هقول له زد ماينس 1 لما تتضرب في زد اس 2 تديني زد بس، اروح كاتبها هنا. زد اس ماينس 1 لما تيجي تتضرب في 2 من 10 يا زد، الزد تروح مع الزد ماينس 1 يبقى لي ال 2 من 10. بعد كده زد ماينس 1 لما تتضرب في 1 من 10 تنزل لي جنب ال 1 من 10 ان هي 1 من 10 زد اس ماينس 1. نشد الخط الجميل بتاعنا ونعمل عمليه الطرح. هقول له زد ناقص الزد بالزيرو، بعد كده 1 ناقص 2 من 10 ب 8 من 10، بعد كده 0 ناقص ال 1 من 10 زد اس سالب 1. ثانيه واحده عشان اكون فاتحها هنا ومتابع في نفس الوقت معاكم. يبقى يديني سالب 1 من 10 زد اس ماينس 1. جميل كده، انا خلصت اللي هي الاول جزء. تعالى نمسك تاني جزء، وده اللي هيتقسم على كله، اللي هو مين؟ اللي هي ال 8 من 10 دي، اللي هي الحد التاني اللي هو ده في الجديد. 8 من 10 هي دي اللي المفروض هتتقسم على اول حد اللي هو زد سكوير. لما اجي اقول لحضرتك 8 من 10 على زد سكوير تقول لي هنا كده هي 8 من 10 على زد سكوير، يبقى ادي 8 من 10 بس بدل ما تبقى زد سكوير هتبقى زد اس ماينس 2 لان هي مقسومه عليه. يبقى 8 من 10 على زد سكوير او زد اس 2 هي 8 من 10 في زد اس سالب 2. ماشي كده تمام؟ روح واخد الحد ده كده واروح ضربه كله في كل الكلام اللي على الشمال. يبقى 8 من 10 في زد اس سالب 2 في زد اس 2 تديني كام؟ اروح حاططها هنا تحتها 8 من 10. حلو، بعد كده 8 من 10 زد اس سالب 2 لما تتضرب في 2 من 10 زد تديك كام؟ حد كده لو حد معاه آلة يا ريت. يبقى 8 من 10 في 2 من 10 تديني كام؟ المفروض تديني 16 من 100 يعني. زد وهنا في عندي زد اس سالب 2 وزد، يبقى لما يتضربوا في بعض تديني كام؟ تديني زد اس ماينس 1. يبقى انا كل اللي بعمله باخد ده اللي موجود هنا ده وبضربه في كل اللي موجود على الشمال عندي. تمام، بعد كده ال 8 من 10 زد اس سالب 2 هروح ضاربها في الواحد من 10، يبقى يعمل لي حد كده كمان اللي هو تبقى 8 من 100. زد اس ماينس 2. ممتاز، اروح شادد الخط الجميل بتاعي واقول له علامه الطرحه هي يا سيدي اطرح الاثنين من بعض. 0 ناقص 0 خلاص، 8 من 10 ناقص 8 من 10 ب 0، الواحد من 10 ناقص
بس خد بالك الواحد من عشرة دي بإشارة سالبة، فأنا بقول له سالب واحد من عشرة سالب 16 يبقى كام؟ يبقى سالب 26 من 100، صح كده؟ والزد طبعا أس ماينس 1 تنزل زي ما هي. بعد كده في عندي هنا مفيش حد تالت، يعني انا ما هو المفروض ده هيطرح من حاجه، فهو مفيش، يبقى صفر ناقص الكلام ده ينزل لي زي ما هو بالايه؟ بالسالب، يبقى ناقص 8 من 100 زد اس ماينس 2. تمام؟ طيب بعد كده تقعد تكمل بقى، تروح واخد الحد ده جديد وتروح قسمه. المفروض هناخد الحد الجديد ده ونروح جايين نقسمه، فاقول له ال 26 او السالب بقى، السالب 26 زد اس ماينس 1، لما اجي اقسمها على زد اس 2 يبقى اروح مطلع الزد اس 2 فوق بزد اس سالب 2، يبقى تديني سالب 26 من 100 زد اس ماينس 3، واروح واخد الزد اللي طلع لي الحد الجديد ده بالسالب بتاعه، ما تنساش السالب، واروح جاي ضاربها كلها في اللي على الشمال ده كله، وهكذا اقعد اكمل اكمل اكمل، وهكذا اقعد اشد الخطوط وتكمل معايا لغايه لما الحدود بتاعتي كلها تخلص تبقى عندي بزيرو. المهم احنا كده طلع لي عندي اول ثلاث حدود اهم، يعني احنا هنتكلم على اول ثلاث حدود اللي هم اللي طالعين لي دول، دول اللي احنا هنتكلم عليهم، بس هي لسه هتكمل، في عندك لسه بعد كده وتنزل وتشوف هتبقى طلع لك امتى، هتقف لك لحد اما تلاقي ان كل حاجه بقت عندك في الاخر، لما تيجي تطرح تلاقي اصفار عماله تطلع. فمهم فين بقى حاصل القسمه المطوله، نتيجته فين؟ هو اللي بيكون فوق خالص، فيبقى انا كده النتيجه بتاعتي هو زد ماينس 1 زائد 8 من 10 زد اس ماينس 2 ناقص 26 من 100 زد اس ماينس 3، وفي لسه تيرمز تانية موجودة عندي. في أي حد مش فاهم اللي احنا قلناه لحد دلوقتي؟ أنا كده كل اللي عملته قسمة مطولة اللي احنا شرحناها في المثال اللي فات. في أي حاجة وقعت؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ كله تمام؟ يا شباب زي الفل. طيب تعالى بقى نمسح ده كده. انا كده عملت القسمه المطوله اللي هي مفروض اللي هي طريقه من الطرق ان انا بجيب الانفرس، يعني كده حضرتك جبت الانفرس خلاص. انت كده عملت بس القسمه المطوله، بس ناقصك بس تكتبها بقى في الطريقه اللي هي الاوفيشال بتاعه الزد ترانسفورم او الانفرس بتاع الزد ترانسفورم، اللي هو شكل المعادله وتروح فاصل له الان بتاعته، الانز بتاعته فين؟ وانا هقول لكم دلوقتي فين الجزء اللي بيعبر عن الان ده، او اللي هو الكي زي ما كان بيقول عليه في المحاضره. فده كده الشكل اللي طلع لي نتيجه عمليه القسمه، وده اللي احنا بنسميه الاف تي اوف زد. اللي هو بقى بيساوي ايه؟ المفروض يا شباب ان انا يطلع لي تيرم يكون فيه الزد اس 0 ويكون فيه هنا حاجه، وبعد كده في عندي a1 اس زد ماينس 1 زائد 2 زد اس ماينس 2 زائد 3 زد اس ماينس 3 وهكذا. فانا المفروض اطبق نفس الكلام ده على اللي موجود عندي، فاروح حاططها له بالشكل ده، يجي يقول لي ايه بقى؟ اقول له كده يا دكتور حضرتك يبقى شكل المعادله النهائي هو اف تي اوف زد بتاعتك اهي بتساوي، هل انا عندي حد زد اس 0؟ ما عنديش، يبقى الحد ده تحطه له بصفر زائد في عندي حاجه زد اس ماينس 1؟ الامبليتيود بتاعه كام؟ واحد، يبقى واحد مضروب في الزد
أس ماينس 1 زائد، أو في الحالة دي لسه زائد، تمام. بعد كده 8 من 10 في الزد ماينس 2 ناقص 6 من 26 من 100 زد أس سالب 3 ونكمل وهكذا. أنت كده حطيت له المعادلة بتاعته، ناقص بس إن أنت تحط له الـ N بتاعته اللي هي اللي بيقول لك عليها الريسبونسز بتاعته، اللي هي الامبليتيودز اللي موجودة عندك، اللي هم دول اللي بالمنظر ده، الحاجات دي هتروح حاططها له في حاجة اسمها F of K F of N، سميها بقى زي ما أنت عايز، ولكن الدكتور اللي استعمله، الرمز اللي استعمله هو F of K، وعملها لك على إنه قوس مجموعة اهو كده، هقول له هي عبارة عن 0 1 8 من 10 سالب 0 2 6 وهكذا. يبقى انا كده جبت له، عملت له الانفرس بتاع الاف تي بتاع الاف اوف زد، عملت له الانفرس بتاعها، رجعتها له في التايم دومين بالديليز كل حاجه، وقلت له والله ادي الامبليتيودز اللي عندك كده. يبقى ده كده اللي هو مين؟ اللونج ديفيجن. يبقى دي طريقه، انت كده جبت له طريقه من الطرق اللي هي تعمل له بيها الانفرس. ممتاز. في حد كده عنده سؤال في اللي احنا كاتبينه؟ في اي حاجه مش مفهومه في الحتت اللي احنا اللي اتضافت والكلام ده؟ كله تمام يا شباب؟ مفيش اي حد عنده اي سؤال؟ ياسين، مالك، الناس دي كلها انتوا فين؟ مفيش اي حد عنده سؤال؟ طيب زي الفل، ماشي يا سيدي، خرشوه، ماشي، الراجل كمان بيكتب لنا بالروسي. طيب تعال نشوف الطريقه الثانيه اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الانفرسبل، واللي هي اللي المفروض الدكتور كتبها لنا، اللي هي البارشال فراكشن اكسبانشن. في بقى ملحوظه كده يا شباب، عشان انا متاكد ان الناس هتتلخبط وهي بتذاكر المحاضرات، عشان كده لازم نكون مركزين واحنا للاسف بنذاكر المحاضرات، لان في حاجات كده ايه ما بناخدش بالنا منها، ودي تبدا تطلع لك مشاكل وانت بتذاكر. اول حاجه المفروض الناس تلاحظها لما تيجي تذاكر من السلايدز ده، لو الناس ذاكرت، ان لو جيت بصيت على المثال اللي هو عامله في طريقه اللونج ديفيجن، يعني لو جينا بصينا كده، انا هشغل الانوتيشن عشان اشاور لكم عليها، يعني لو جيت بصيت على المثال ده يا شباب اللي هو كاتبه، بص على المقام، هتلاقي ان المقام كاتب لك زد سكوير زائد 2 من 10 زد زائد 1 من 10. اللي المفروض كان يحصل انه يطبق نفس المثال يعمله بيه البارشال فراكشن. لو جينا على السلايد اللي بعده، جينا نبص على السلايد اللي بعده، بص بقى هو مطبق على ايه؟ مطبق على حاجة تانية خالص. ثواني هرجعها لكم تاني. اهي. نبص على المثال اللي هو عامله هنا، لا ده قال لك زد سكوير زائد 3 من 10 زد زائد 2 من 100. اللي فاتت كانت زد سكوير زائد 2 من 10 زد زائد 1 من 10. فالمثال اللي هو مستعمله مختلف. وتلاقي يجي كاتب لك في الآخر verify same answer as before. تيجي حضرتك بقى as before اللي هي المفروض الطريقه الثانيه بتاعت اللونج ديفيجن اللي احنا لسه عاملينها، تيجي تقارن ما بين الاوتبوتس اللي طالعه لك، تلاقي الاوتبوتس مختلف. ليه؟ لان المثال مختلف مش زي بعض. تمام؟ فيا ريت نركز بس في السلايدز عشان الحاجات دي ممكن تلخبطك شويه. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الراجل اللي اسمه partial fraction ده. ايه مشكله البارشال فراكشن؟ انا نشرحها برضو في وايت بورد وازاي بتتعمل، وحضرتك بقى تختار، او لو هو اجبرك في الامتحان قال لك اعملها لي بطريقه معينه دي حاجه، اما لو انت بقى عايز تختار دي حاجه ايه بترجع لحضرتك
انت هتختار انهي طريقه ان انت تجيب بيها الانفرس. الطريقه دي لما بتيجي تشتغل بيها البارشال فراكشن ممكن تكون اسهل شويه، مش معقده زي اللونج ديفيجن لو انت شايف ان اللونج ديفيجن معقده. وفي اخرها بقى بتضطر ان انت تستعمل تيبل. التيبل ده احنا المره دي هنجيبه من على النت. طب في الامتحان يا باشمهندس هنعمل ايه؟ لا، هو بيجيب لك في الهلب اللي بيجي لك في اخر الامتحان ده، الورقه اللي بيكون فيها القوانين، بيروح يحط لك التيبل بتاع الزد ترانسفورم بحيث ان انت تستعين بيه في الامتحانات بتاعتك. حاضر يا محمد. الحته تاني الاخيره اللي هي اللي انا بقول ان بس ان في فرق ما بين الامثله اللي هو استعملها في المحاضره لما جه عمل قارن ما بين اللونج ديفيجن والبارشال فراكشن. الامثله نفسها مختلفه رغم انه جه قايل لك في الاخر سيم انسر از بيفور. المفروض ان از بيفور دي اللي هي بتعود على اللونج ديفيجن، بس انت لو جيت بصيت هتلاقي الاوتبوتس مختلفه، لا مش نفس الريزلت خالص. فده نتيجه ان هو مستخدم امثله مختلفه. ممكن تديني اذن الريكورد؟ حاضر يا فندم، دقيقه واحده نخلص بقى من حوار الريكورد ده يا شباب، عشان كده قلنا الناس كلها تخش في الاول. فايه بقى مشكله البارشال فراكشن؟ ان زي ما بقول لكم ان هي بعد ما هتخلصها وتروح عامل اللي هو تقسيم المقامات اللي احنا بنقول عليه ده، بعد ما تعمله هتضطر ترجع لي تيبل هيكون موفره لك الدكتور ان شاء الله. التيبل ده هو اللي هتحاول تطابق او تدور على شكل شبه اللي موجود في الناتج اللي انت طلعته. انا اديتك البرميشن يعني. تعال نشوف البارشال فراكشن ايه دنيتها. نتكلم على المثال على طول اللي الدكتور مديه، اللي هو بيقول لك ان انا في عندي زد بلس 1 مقسومه على زد سكوير زائد 3 من 10 زد زائد 2 من 100. ده اللي المفروض انا هعمل له البارشال فراكشن. ايه بقى البارشال فراكشن ده؟ ان انا كل اللي بعمله عايز اقسم المقام. عشان اشرح لك تقسيم المقامات لازم تكون عارف اصلا توحيد المقامات بيحصل ازاي. يعني انا لما كنت بقول 2 على اكس زائد 3 على واي مثلا، لو انا كنت عايز اجمع الاثنين دول كنا بنقول ايه؟ بنروح ضاربين المقامات في بعض. هقول لك هيبقى في مقام واحد هو عباره عن اكس واي، وبعد كده بنعمل ايه؟ تروح تقول لي الاثنين هتتضرب في الواي، ده هيتضرب في ده وده هيتضرب في ده، فتقول لي 2 واي زائد 3 اكس. صح؟ ده اللي احنا كنا بنعمله، دي الخطوات اللي احنا كنا بنتبعها عشان نيجي نوحد المقامات. طيب تعال نشوف احنا المفروض نعمل ايه بقى العملية العكسية شوية في الكلام ده لما اجي هفك المقامات بتاعتي. هديك حضرتك تقول لي ايه؟ اول حاجة انا محتاج عشان اقسم المقام بتاعي لازم يكون المقام ده حاجات مضروبة في بعض مش حاجات مجموعة على بعض. لازم احولها من شكل اللي هو حاجات مجموعة ده لحاجات مضروبة في بعض. لو هو كان قايل لك مثلا اكس زائد واي، هتعتبر ان الاكس زائد واي ده كيان على بعضه مضروب في حاجه، مضروب في واحد مثلا، فيبقى انا بقسم على حاجه على واحد وحاجه على اكس زائد واي. في الحاله دي هو عامل لي حاجه شبه المعادله اللي هي من الدرجه الثانيه اللي هو اكس سكوير زائد حاجه اكس زائد سي، او اللي هي اكس زائد اكس سكوير زائد بي اوف اكس زائد السي، اللي هي معادله من الدرجه الثانيه محتاجه افكها. فبنعمل ايه؟ بنعمل تحليل، بحلل المعادله دي واجيب الروتس بتاعتها. تيجي تقول لي والله المقام هيبقى شكله بالمنظر ده. ما جينا عملنا التحليل بتاعنا، سواء بقى حضرتك عايز تعمله بالاله دي مش هتفرق، يعني الدكتور مش هيجي مش هيحاسبك عليها، يقول لك انت عملت لي التحليل ده عملته ازاي؟ اهو. فانا جيت بس كل اللي عملته جبت الجذور بتاعه المعادله بتاعتي، جبت الروتس بتاعتها حللتها وحطيتها في الشكل ده، ان هو بقى في حاجتين مضروبين في بعض،
كده سأهل الدنيا ان انا اروح اقول له والله خلاص بالمنظر ده ادي الزد زائد واحد على الزد زائد واحد من عشرة، ادي ده كده كيان وادي الكيان التاني، هقسمهم بقى كل واحد فيهم في حتة. طب البسط بتاعه هيكون ايه؟ ما اعرفش انا هسميه ايه، انا ما اعرفش البسط ده هيكون ايه، ده حاجة مجهولة لسه ما اعرفوش انا هحسبه، هو ده اللي انا عايز احسبه اللي هو البسط. مقسوم هو واحد فيهم هيكون مقسوم على زد زائد واحد من عشرة، والتاني هيكون في حد تاني برضو بي برضو ده مجهول مقسوم على زد زائد اتنين من عشرة. انا بقى محتاج كل اللي محتاج اعمله ان انا اجيب قيمة الاي والبي عشان ابقى خلاص قسمت الفراكشن بتاعي صح. طب هنعمل الحركة دي ازاي؟ هقول له بقى نرجع للاصول بتاعتك. المفروض لما كان الاتنين دول لو انا كنت برجع لهم اس واحد، ان هو بقول ايه؟ ان حاصل ضرب الاتنين دول هروح حاططهم في حتة واحدة اللي هو يرجع لي الجزء ده، وبعد كده البسط المفروض بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده مضروب في ده زائد ده مضروب في ده. يعني حضرتك تقول لي، عايز تقول لي ان الاي لما تتضرب في المقام اللي على اليمين والبي تتضرب في المقام اللي على الشمال المفروض يساووا الزد زائد واحد؟ اه هو ده اللي احنا عايزين نقوله. يبقى انا كده كل اللي هكتبه له في الاخر وهعمل له بقى كده المعادله اللي انا عايزها دي، اللي هي ايه؟ ان المفروض لما الاي تتضرب في الزد زائد اتنين من عشرة ويتجمع عليها البي اللي هي مضروبة في الزد زائد واحد من عشرة، المفروض الكلام ده كله يساوي زد زائد واحد. تعال نفكها، يبقى A of Z زائد اتنين من عشرة زد، سوري اتنين من عشرة A بقى مش اتنين من عشرة زد، زائد B زد زائد واحد من عشرة B، كل الكلام ده بيساوي زد زائد واحد. طيب ايه بقى الخطوة اللي بعدها؟ هنمسح اللي فات ده كده بس عشان يبقى عندي مجال ان انا اكتب اللي انا عايزه. يبقى تاني كل اللي عملته رحت عملت حاجة اسمها A وB، خلقت حاجة اسمها A وB دي اللي انا عايز اجيب ايه هما، ورحت قايل والله ان الاي مضروب في الحاجه اللي تحت على اليمين زائد البي مضروب في الحاجه اللي تحت على الشمال، المفروض الكلام ده كله بيساوي مين؟ يساوي الزد زائد واحد. طيب ايه بقى الخطوه اللي بعدها؟ محمد بيقول ايه زائد بي بتساوي واحد، واحد من عشره بي زائد اتنين من عشره اي هتساوي واحد. هنشوف. حاضر، هو بي هتساوي الواحد صح ماشي. انا بقول بس هو جاب الكلام ده منين اللي محمد كاتبه؟ اللي احنا هنعمله بقى عمليه تحليل للزد. بعتبر ان الزد ده هو زي الاكس، يعني كان الزد ده هو الحاجه الاكس وانا بجيب المعاملات بتاعته الكوفيشنس بتاعتها. فكنا بنعمل التحليل يعني المفروض الكلام ده يسمع معاكم من اللي كنا بناخده في الماس، يعني الكلام ده انتوا المفروض كله خدتوه في الماس، فهتلاقي واحدة واحدة كده الكلام ده عمال يسمع معاك كده ايه، عمال انت تسترجع ذكريات مؤلمة في الماس اللي كنا بنشيله، ولكن هو ده اللي احنا هنستفاد بيه. فهقول له والله شايفين المعادلة دي يا شباب اللي هي المعادلة الأخرانية دي، عايز احللها بالنسبة لزي. فتيجي تقول لي أعلى أس موجود عندك للزد هو كام؟ هو زد أس واحد صح؟ مفيش زد أس اتنين، مفيش زد أس تلاتة، هو أعلى أس موجود عندك زد أس واحد. يبقى تقول لي الحاجة اللي الزد بتاعتها أس واحد، في عندي أهو الراجل ده في الحد ده عنده الزد واحد اللي هو جنبه إيه؟ جنبه إيه؟ تمام. ومين تاني عنده زد أس واحد؟ أهو في واحد كمان أهو. تقول لي زائد بي تنزل لي اللي قدامه. بعد كده في حاجة تاني قبل اليساوي؟ في أي حاجة تانية؟ لا خلاص. يبقى تقول لي الكلام ده المفروض هيساوي في هنا حاجة عندها زد أس واحد، اه هو الراجل ده قدامه كام؟ قدامه واحد، يبقى تقول لي بيساوي واحد. ممتاز. تعال نطبق نفس الكلام على زد أس زيرو.
خليها بنفس اللون. زد أس زيرو عاملين اللون الأحمر. تيجي تقول لي في حاجة هنا عندها زد أس زيرو، يعني إيه زد أس زيرو؟ يعني ما فيهاش زد؟ أه تقول لي الحد ده يا باشمهندس أهو الحد ده ما فيهوش زدات خالص، يبقى تنزله لي. تقول لي 2 من 10 إيه زائد، وهو الحد ده كمان يا باشمهندس ما فيهوش زدات خالص، اللي هو 1 من 10 بي. وده يا باشمهندس خلاص كده في حاجه قبل اللي يساوي، خلاص بعد اللي يساوي في واحد ما فيهوش زدات، اه الحد ده ده اللي هو بواحد، تروح منزله لي. في حاجه تاني؟ خلاص. في زد اس ماينس 1؟ مفيش. في زد اس ماينس 2؟ خلاص انت كده خلصت كل الزدات بتاعتك، بقى عندك معادلتين في مجهولين. نقدر نطلع قيمه الاي والبي؟ نطلع بقى قيمه، غير بس اللون بتاعنا، نطلع قيمة الـ A والـ B. شوف بقى أنت عايز تحلها إزاي. تضرب لي مثلا اللي موجود فوق ده، تضرب لي اللي فوق في 2 من 10 عشان يبقى تطير الإيهات وتطرحهم من بعض، دي حاجة ترجع لك، فيبقى شكلها مثلا 2 من 10 A زائد 2 من 10 B، الكلام ده كله بيساوي 2 من 10، وتروح طارح المعادلتين بقى الجداد دول تطرحهم من بعض، فيبقى الشكل هو 0 زائد 2 من 10 بي ناقص 1 من 10 بي يديك 1 من 10 بي بيساوي 2 من 10 المفروض ناقص 8 من 10. يبقى خلاص البي قدرت تقول لي ان هي المفروض بي سالب 8. معايا البي بسالب 8 وانا عندي معادله بتقول ان الاي زائد بي بيساوي 1، يبقى معنى كده ان فعلا يبقى خلاص اذا البي بتساوي سالب 8، وبما ان الاي زائد بي بتساوي 1 اذا الاي هتساوي 9. يبقى انا كده جبت لك قيمه البي وجبت لك قيمه الاي طلعتهم لي. يبقى هو شغل رياضه بحت. مسائل الزد ترانسفورم هي والانفرس بتاعها شغل رياضه بحت. طلعت لك قيمة الـ A والـ B، خلاص بقى ناقص بس إن أنت تقول لي إيه؟ ناقص إن أنت بس تحطها لي في الشكل اللي هو هيكون بالمنظر ده، تقول لي خلاص أنت الـ A كنت عامل هي عبارة عن إيه؟ على زد زائد 1 من 10 كانت مطروحة، أو سوري كانت مجموعة على B على زد زائد 2 من 10. تقول لي خلاص انا الـ A طلعت قيمتها، يبقى المفروض ان هي هتساوي 9 على زد زائد 1 من 10 ناقص 8 على زد زائد 2 من 10. كده احنا طلعنا قيمه الـ partial fraction اللي انا عملته للمعادله الاصليه. طب انا كده خلصت؟ اه انت كده خلصت، انت بس ناقص اللي انت تعمله ايه بقى؟ تروح جاي بالشكل ده تدور عليه اللي هو يعتبر هو هو الشكل ده ولكن بارقام مختلفه، تدور على الشكل ده فين؟ في التيبل بتاع الزد ترانسفورم، فتروح داخل كده على النت تدور على التيبل بتاع الزد ترانسفورم وتقول له الزد ترانسفورم انفرس ترانسفورم تيبل، هيروح جايب لك تيبل تمام؟ المعادله رقمه لو انتوا فاتحين نفس التيبل انا ممكن ابقى ابعت لكم الفايل، المفروض المعادلة رقم 7. المنظر بتاع رقم 7 عامل ازاي؟ هكتبه لكم هنا كده. ده اللي موجود في التيبل. بيقول لك ايه؟ مقسمها لك كده. بيقول لك ان لو انت عندك 1 على زد ناقص الواي، المفروض الانفرس بتاعها لما تيجي ترجعها على اصلها هي المفروض عباره عن y اس ان ماينس 1 في اليو اوف ان ماينس 1. ده الشكل اللي موجود في التيبل، فده اقرب حاجه فعلا للشكل بتاعي. عرفت منين؟ تقررت منين الكلام ده يا باشمهندس؟ والله انا قعدت ابص على الحاجه كلها، انا محتاج حاجه يكون البسط رقم. ف
فلما جيت قعدت ادور على حاجه البسط رقم، مفيش حاجه موجود فيها واي بس، تلاقي دايما يا اما زد او واي في زد، فحاجه لازم البسط بتاعها فيها زد، بس انا البسط ما فيهوش زد، هو رقم بس في واحده موجوده فيها واحد، بس انا باشمهندس البسط بتاعي مش واحد، ده فيه تسعه. خلاص يا حبيبي خد التسعه عامل مشترك، او يعني خد التسعه كده عامل مشترك للحد ده، والثمانيه عامل مشترك للحد ده، طلعها بره. يعني ايه؟ يعني كانك بتقول لي خلي الشكل اللي موجود فوق ده اكتبه لي في الصيغه دي، كانك بتقول لي هي عباره عن 9 ل1 على زد زائد 1 من 10 وناقص 8 ل1 على زد زائد 2 من 10. كده فرقت معاك في حاجه؟ هي نفس الشكل، ولكن انا كل اللي عملته وصلني، خليت ساعدت نفسي ان انا اوصل لشكل موجود عندي في مين؟ في التيبل بتاعي، ان هي 1 على زد زائد حاجه، زد زائد رقم او زد ناقص رقم مش هتفرق. يبقى انت في الحاله اللي احنا موجود فيها دي الواي عندك بكام في الشكل ده لما اجي اطبقهم في الحد الاولاني هنا؟ الواي عندك بسالب 1 من 10، وهنا الواي بسالب 2 من 10. جميل. ايه بقى يا باشمهندس؟ احنا كده المفروض نتيجه الانفرس لما اجي اطبقه هيطلع لي واي اوف ان ناقص 1، على اساس ان الان ده اللي هو عدد السامبلز اللي انا هبقى اقعد اغير فيها. جميل، بس ايه اليو دي يا باشمهندس؟ ايه اللي طلع اليو في الموضوع؟ اليو دي يا فندم بيقول لك ان هي دي المفروض عباره عن يونت، هي المفروض بتمثل حاجه اسمها يونت فانكشن بتاعتك. عشان نشرح اليونت فانكشن خدها كده في جزء لوحدها. انا دورت على الواي او سوري اليو اوف ان دي لوحدها بس، هي كان اللي كاتبها لك كانت يو اوف ان ماينس 1. احنا تعالى نشوف ايه هي بس اليو اوف ان دي عباره عن ايه عشان نفهمها، ولما نفهمها يبقى نعرف نعمل اليو اوف ان ناقص 1، ويبقى انا على طول هضربها بعد كده، اللي ناقص ان انا اعمله اضربه في واي أس ان ناقص 1، يبقى انا كده وصلت للشكل اللي هو كان بيتكلم عليه. اليو اوف ان دي المفروض بتمثل عند حضرتك 1 لما الان بتاعتك اكبر من او بتساوي الزيرو، وزيرو عند الان اصغر من الصفر. يعني ايه؟ يعني المفروض لو انت عندك حاجه كده بالمنظر ده هي بتكون عباره عن ترين اوف بالسز بامبليتيود 1 تكون طالعه بالمنظر ده. هي دي اللي بيسميها اليونت سيكونس فانكشن، او اللي هي اليونت ستيب فانكشن. يعني دي اليونت ستيب فانكشن هي عباره عن كده، عباره عن ايه؟ عباره عن ترين اوف بالسز كلها وحايد للقيم الموجبه، القيم الموجبه اللي من الزيرو لحد ما لا نهايه او whatever عدد السامبلز بتاعتك كل قيمها بواحد، اي حاجه اقل من الزيرو يبقى قيمتها بكام؟ بصفر. الامبليتيود بتاعها بصفر. ده كده معنى يو اوف ان. طب لما الراجل كان جه قال لي في التيبل يو اوف ان ماينس 1، احنا المفروض خدنا مع بعض بقى قبل كده ازاي بعمل الديليز وبعمل الكلام ده. لو جيت قلت حضرتك ارسم لي نفس السيجنال اللي انا عاملها لك قلت دي، ولكن ليو ليو اوف ان ماينس 1 هتعمل لي ايه؟ تقول لي والله حضرتك بتتكلم في فيز، يعني حضرتك محتاج تعمل ديلي بمقدار 1. طيب احنا نرجع بقى للقاعده اللي كنا قلنا عليها، اتكلمنا عليها في السكشن، اللي هو ايه؟
لو انا لقيت سالب امشي يمين ولا شمال؟ الناس تكتب لي في الشات لما كان في بيبقى في سالب كنا بنقول نرحل السيجنال كلها اللي موجوده دي، نرحلها يمين ولا نرحلها شمال؟ ها يا شباب، يمين مظبوط. يبقى معنى كده ان حضرتك بتقول لي ايه؟ ان بتقول لي شايف الشكل اللي انت عامله ده، انت هتروح واخده كده على بعضه وتشده ناحيه اليمين بمقدار كام؟ بمقدار واحد يا باشمهندس. يبقى هتيجي تقول لي خلاص كده اتقفل. طيب. يبقى المفروض هنشد السيجنال كلها لليمين، يبقى تقول لي خلاص سهله يا باشمهندس هروح اعمل لك كده. يبقى المفروض بدايه الوحايد ما تكونش عند الصفر، بدايه الوحايد تكون عند سامبل اللي هي رقمها واحد. يبقى حاجه بالمنظر ده. واللي عند الصفر دي هتبقى قيمتها صفر، ما احنا شدينا السيجنال كلها شديناها كلها ناحيه اليمين. فبدل ما كان بدايه الوحايد اللي هي قيمها امبليتيودها بواحد، بدل ما كان اول حاجه قيمتها امبليتيودها بواحد كان عند الزيرو، بقى عند الواحد. طب تعالى نكتب بقى الشكل بتاعها، طالما احنا وصلنا للشكل بتاع الرسمه، طب تعالى ما نكتب معادلتها بقى هتكون عامله ازاي. والله حضرتك هتيجي تقول لي معادلتها هتكون ان اليو اوف ان ناقص واحد هي المفروض هتكون هتساوي امبليتيود واحد وزيرو. فين بقى؟ عند الان. اكبر من او بتساوي الكام من الرسمه دي؟ المفروض اقول ان القيم الامبليتيود بتبدا عندي من الكام، اكبر من او بتساوي الكام؟ ها شباب الواحد مظبوط. يبقى انا كل اللي اعمله اروح حاطط له هنا كده واحد وواحد. يبقى انت كده شكل المعادله بقول له ان هيبقى عندك في امبليتيود كلها بواحد فين؟ عند الان اللي بتساوي واحد او اكبر من كده. طب واللي اصغر من واحد؟ كل الكلام ده بزيرو. فيبقى الشكل ده هو شكل المعادله بتاعت 13. 13 دي جت منين يا ابني؟ يعني استاذ محمد عبد الله يا ريت حضرتك تفهمنا ال 13 دي جت منين؟ اكيد غلطه مطبعيه صح؟ انا بقول كده عشان دم ما يتحرقش، انا بحاول امسك نفسي عشان دم ما يتحرقش، فيا رب تكون غلطه مطبعيه ان هو بس ايه ايده جت بالغلط كده وراحت دايسه على ثلاثه. يعني انت عارف لو كانت واحد واثنين هقول لك ماشي ماشي الناس بتدافع. طيب ماشي، طيب يعني هو قصده واحد. يبقى انا كده فعلا فهمت شكل الواي اوف ان ماينس واحد شكلها بيكون عامل ازاي كمعادله وكرسمه. خلاص يبقى نرجع بقى للي احنا كنا بنقول عليه اللي هو ايه اللي احنا المفروض عندي شكل المعادله كان بالمنظر ده 9 على زد 1/10 ناقص، او نخليها بقى اللي هو عامله ازاي كده،
كان الراجل بيقول لي في التيبل إن والله لما يكون عندي فيه واحد على زد ناقص الواي ده المفروض يطلع لك واي اوف ان ناقص واحد كل ده مضروب في اليونت ستيب انهي يونت ستيب اللي معمول لها ديلي بمقدار واحد. طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده عندنا، انا اروح واخد الشكل ده كده واطبقه هنا باللي احنا جبناه من هنا، فتقول لي خلاص هو نفس الشكل بس الواي قيمتها سالب واحد، يبقى انت كده كانك بتقول لي سالب واحد ده اللي المفروض الناتج بتاعك سالب واحد من عشرة ده هيكون أس إن ماينس واحد، تمام؟ الكلام ده المفروض مضروب في مين؟ في المعادلة اللي كنا عملناها اللي هي بتاعت الواي اوف ان ماينس واحد اللي هي كانت عامله ازاي؟ قلت لي حضرتك رحت عامل كده ورحت حاطط هنا المفروض امبليتيود واحد. يعني الكلام ده مضروب في امبليتيود واحد، خلاص طالما امبليتيود واحد يبقى ما نحطوش، يبقى خلاص انا هشيل. طيب ايه تاني؟ ما تنساش يا باشمهندس حضرتك في تسعه قدام. حاضر اهو. في تسعه احنا نسيناها اللي هي كانت محطوطه بره. تمام. مضروبه في ال U of N minus 1 اللي هو amplitude 1 فين؟ عند ال N أكبر من أو بتساوي الكام؟ قلنا الواحد. والمفروض تطلع بزيرو عند ال N أصغر من الواحد. تمام خلاص كده؟ لسه بقى الحد الثاني، احنا عملنا الحد الأولاني اللي هو ده. تعالى بقى نطبق نفس الكلام على هنا. دور لي على الواي، الواي المفروض قيمتها هنا كام؟ 2 من 10؟ لا خد بالك الشكل هنا في المعادله بيقول لك سالب واي وانت عندك هنا زائد 2 من 10 فلازم تقول لي ان الواي بتساوي كام؟ الواي ساعتها هتساوي سالب 2 من 10 بس الاول ما ننساش نحط برضه الامبليتيود فتيجي تقول لي سالب 8 مضروبه في الواي بتاعتك اللي هي المفروض سالب 2 من 10 كل ده برضه اوف اس ان ناقص 1 والكلام ده مضروب في مين؟ في الستيب اللي معمول لها ديلي برقم واحد اللي هو امبليتيودها بكام؟ امبليتيودها بواحد فخلاص انا مش هحط حاجه. والصفر طبعا موجود عندي عند اي حاجه اقل من واحد. قارن بقى الشكل اللي انا طلعته ده. يعني قارن الشكل اللي انا طلعته ده بالشكل اللي موجود عندك في المحاضره. تعال نبص على الشكل اللي موجود عندي في المحاضره. هتلاقي هو هو بالظبط. هتلاقي هو هو بالظبط ولكن الدكتور كل اللي عمله قال لك ايه؟ انا بدل ما هسميها ان انا مسميها كي. فرقت معاك في حاجه؟ والله ما فرقت معايا في حاجه، مش مشكله يا سيدي، مش هقول لك لا. اهو الشكل اللي وصله الدكتور، ناس شايفه الشاشه كلها؟ الشكل اهو قايل لك الاف اوف كي بدل الان بقى اف اوف كي وراح حاطط لك 9 مضروبه في 1 من 10 اوف كي ناقص 1 ناقص 8 مضروبه في سالب 2 من 10 في كي ناقص 1 اللي هي الاس اوف كي ناقص 1 اللي عند الكي اكبر من 1 وصفر عند الكي اصغر من الواحد. عايز تحطها كي حطها، عايز تحط ان حطها، وات ايفر مش هتفرق معايا. ماشي كده شباب؟ فاحنا كده المفروض خبطنا عصفورين بحجر اللي هو مين؟ شرحنا الكلام اللي موجود عند حضرتك في المحاضرة وفي نفس الوقت كده انت بقيت قادر ان انت تحل الكلام اللي موجود عندك في الشيت اللي احنا ما حلناهوش اللي هو مين؟ اللي هو الراجل ده اللي هو الجزء اللي بيجي يقول لك هات لي اليونت سامبل ريسبونس اتش اوف ان. انا ماليش دعوة بالمسألة التانية لسه ملغية. انا بتكلم كده على المسألة الأولى. في أي مشكلة في المسألة الأولى يا شباب كده؟ فهمنا إزاي بنجيب الانفيرس؟ فهمنا الكلام اللي موجود في المحاضرة؟
فهمت ان في غلطه بس صغيره، حته الفرق ما بين الامثله، اللي عشان كده مش هتلاقي الريزلت بتاعه طريقه اللونج ديفيجن مختلفه عن الريزلت اللي طالعه من البارشال فراكشن. الكلام ده كله مستوعبينه؟ ده اللي يهمني جدا في السيشن دي ان احنا نطلع بيه. اللي جاي بقى كلام عسل قوي، اللي جاي هيكون كلام سهل وبسيط موجود في المحاضره، ولكن بيبقى عليه اسئله ساعات. ممكن بقى الاسئله دي تجيلك ك تشوز مثلا، او حاجات بسيطه مش لازم يعني يجيبها في، او ممكن يجيبها لك كجزء من مساله، يعني يقول لك اعمل مثلا هات لي الزد ترانسفورم الحاجه وتقعد انت شغال معادلات. تاني الفرق ما بين الناتج في الطريقتين، معلش يا باشمهندس. طيب ياسين انت شايف الشاشه صح؟ انتوا كده المفروض انا عامل شيل للسكرين كلها، فانتوا شايفين الشاشه كلها صح؟ هيا ياسين شايف الشاشه كلها؟ ماشي الباوربوينت يعني. طيب تمام، الباوربوينت ده يا سيدي هو المفروض هنا الدكتور في السلايدز بتاعته بيقول لك انا عندي طريقتين، انا عندي طريقتين ان انا اجيب بيهم الانفرس، طريقه اسمها اللونج ديفيجن والبارشال فراكشن، وراح مديك اكزامبل عمل اللونج ديفيجن وفي السلايد اللي بعدها راح عامل البارشال فراكشن، وجالك في اخر البارشال فراكشن بيقول لك ايه الفراكشن، بيقول لك فيريفاي سيم انسر از بيفور، المفروض ان الناتج يكون هو هو شبه اللي في السلايد ده، ولكن لو جيت بصيت مش هتلاقيه هو هو. ليه؟ لان الاكزامبل نفسه مختلف. يعني هي بس غلطه مطبعيه، يعني انت لو عايز تشيل بس شيل كلمه verify same answer as before عشان ممكن الناس تتلخبط، لان لو جيت عوضت بالمعادله اللي موجوده والكلام اللي موجود هتلاقي لا ان المعادله دي مختلفه تماما عن المعادله اللي هو طلعها في الاخر من اللونج ديفيجن، هتفتكر بقى ان في حاجه غلط. لا هو بس الفكره كلها في الاكزامبلز، الاكزامبلز نفسها مختلفه. ماشي ياسين؟ اقصد ان الناتج من الطريقه الاولى ما فيهاش يو اوف ان ماينس 1. ما هو انت ما بتحطش يو اوف ان ماينس 1، انت ما بتحطش كلمه يو اوف ان ناقص 1 دي بتحطها في الاجابه، انت بتشوف اليو دي بترمز لايه. اول ما تشوف كلمه يو انت عارف متبرمج في دماغك على طول ان اليو دي معناها يونت ستيب فانكشن. اول ما تسمع كلمه يو اوف حاجه يبقى انت على طول بيجي في دماغك كده اوتوماتيك، ده المفروض يحصل معاك في الامتحان. انا شفت في التيبل كلمه يو، يو دي معناها يونت ستيب، يبقى المفروض كل حاجه بوحايد من عند الصفر لما فوق واللي اقل بصفار، تروح على طول مقسم وتقول له ان عند من مثلا من الزيرو الاكبر منها بواحد واللي اقل من الزيرو بيكون قيمته بصفر. الا بقى لو هو عامل ديلي قايل لك زي ما اللي كان موجود دلوقتي ان ماينس 1 يو اوف ان ماينس 1 يو اوف ان ماينس 2 على حسب الديلي اللي هو مديهولك. اما انت لو جيت طبقت، لو جيت عوضت هنا في الشكل ده اللي هو اللي فيه كيهات دي الكي ناقص 1، لو عوضت عن الكي بواحد عوض هيطلع لك ناتج، عوض عن الكي ب2 يطلع لك ناتج، عوض عن الكي ب3 يطلع لك ناتج. هتلاقي مفروض لو الامثله شبه بعض، يعني لو المثال اللي موجود هنا شبه اللي هنا نفس راس السؤال، هتلاقي النواتج هي هي بالظبط بالطريقتين. وممكن دي تجربوها، هتلاقيني طالبها منكم يعني في الاسايمنت بتاعك. هقول لك هتعمل لي حاجه بالطريقتين. هتجيب لي الانفرس بتاع الترانسفير فانكشن اللي انت عملتها، ما انت الترانسفير فانكشن طلعت لك حاجه شكل كده، حاجه بالمنظر ده. فانت هتجيب لي المفروض الانفرس بتاعها، اقول لك هات لي الانفرسبل بالطريقتين واثبت لي ان الطريقتين بيساووا بعض، اللي طالع لك من البارشال فراكشن هو هو اللي طالع لك من اللونج ديفيجن. طيب تعالى بقى نشوف الشابتر الثاني اللي هو الخفيف بيقول لك ايه. تعالى نتكلم على الاوردرز، وهي فيها مسائل هنا المفروض كانت موجوده عندكم اللي هي دي اهو. بيقول لك قول لي هنا كده، خلاص بقى فكك من الفيديو انت، يعني مش عارف حوار الفيديو ده اعمل لكم. مين اللي فاتح فيديو؟ هو مفيش فايدة عمال برضو. مش عايزة تيجي خالص يتعمل لها ستوب فيديو، بس يعني حضرتك ممكن بس كل اللي تعمله تعمل هايد للفيديو، لو انت الفيديو مضايقك قوي كده ممكن تعمل له ايه؟ ممكن تعمل له هايد. المهم
طيب تعالى نتكلم على الحته الريكيرسيف والنون ريكيرسيف. ايه بقى الريكيرسيف والنون ريكيرسيف؟ ايه المفهوم ده؟ المفروض فاكر لما كنا بنتكلم المره اللي فاتت في حوار الزد ترانسفورم، لما كنا بنعمل في الاساينمنت الثاني بتاع شابتر 4، لما جيت قلت لك اعمل لي السكيماتيك دايجرامز، وجينا قلنا ان انا لو لقيت في المعادله بتاعتي، لقيت في المعادله حاطط لي واي اوف ان، يعني جوه اللي على اليمين اللي بعد اليساوي لقيت جواه واي اوف ان، كنا قلنا ان ده معناه فيدباك، اليمنت اوف فيدباك، ان هو هياخد حاجه من الاوتبوت يدخلها تاني كانبوت للسيجنال اللي جايه. هو ده فعلا ده اللي يهمني. فهو ده ريكيرسيف. الريكيرسيف معناه ان في فيدباك في الموضوع. يعني ايه؟ يعني تبص كده على حاجه المعادله بتاعتك كاتب لك فيها، عامل لك فيها حته ان الاوتبوت متكرر في الانبوت بتاعك، لو عاملها لك يبقى ريكيرسيف، لو مش عاملها لك تبقى نون ريكيرسيف. طب ممكن نشوف امثله للاثنين، ممكن نشوف امثله للاثنين. يعني مثلا ده كده ريكيرسيف فلتر، اللي هو ايه؟ y of n بتساوي x of n، ادي الانبوت مجموع عليه ال y of n minus 1 الاوتبوت القديم. فده كده ريكيرسيف، لانه راح واخد حاجه من الاوتبوت القديم حطها تاني كانبوت للاوتبوت الجديد اللي هيطلع لي. يبقى ده ريكيرسيف. يبقى كل الامثله دي ريكيرسيف. طب ايه اللي مش هيكون، اللي هيكون نون ريكيرسيف بقى، اللي هو مين؟ اللي هي الحاجات دي كلها اكسات. اكس اوف ان ماينس 1، اكس اوف ان ماينس 2، اكس اوف ان ماينس 3. ده كده اللي هو هيكون النون ريكيرسيف. ممكن تاني. حاضر يا مير. فاكر يا ميرنا في السكيماتيك دايجرامز اللي احنا كنا بنعملها كان بيبقى فيه معادلات، تعالى نفتحها كده من الاساينمنت اهو. كان قال لنا المفروض نروح على اس اي كيو 2، تعالى نروح على اس اي كيو 2. المعادلات دي حلو، حته الفيدباك. يعني ايه فيدباك؟ يعني في اوتبوت قديم موجود كجزء من الانبوت اللي هيخش عشان يعمل لي اوتبوت جديد. لو لقينا حاجه زي كده في المعادله، تعرف ان المعادله دي او الفلتر ده ريكيرسيف. معادله الفلتر ده ريكيرسيف. ليه؟ لان اهو y of n، المفروض انتوا شايفين الماوس، y of n بتساوي x 2x، ماشي ده انبوت. ناقص x of n minus 1، ده برضه انبوت قديم مش مشكله. زائد y of n minus 1، ده في اوتبوت قديم انت مستخدمه. طالما لقيت y في الموضوع داخله، يبقى لا تقول لي على طول ده ريكيرسيف يا باشمهندس. طب ما لقيتش، لقيت المعادله كلها اكسات، تقول لي لا خلاص ده نون ريكيرسيف، لان ما فيهوش اي element of feedback، ما فيش حاجه من حاجه قديمه، ما فيش عنصر واي ظاهر لي. ماشي تمام كده ميرنا؟ طيب في حاجه ثانيه اللي هي الاوردر بتاعك. الاوردر بتاع الفلتر بتاعك اللي هو مفروض بيكون اكبر ديلي موجود عندك. يعني ايه اكبر ديلي تلاقيه موجود في السيجنال؟ ده كده الاوردر بتاعك. يعني ايه برضه ديلي؟ يعني لما كنا بنقول اكس اوف ان ماينس 1 او واي اوف ان ماينس 1، اي اللي هي الاكسات دي، شايفين الان ماينس 2 دي؟ شوف اعلى رقم عندك كام، او اللي هو من الاخر اعلى ديلي عندك كام. يعني ايه ريكيرسيف؟ ريكيرسيف يعني حاجه بترجع تاني، هي شبيهه بكلمه فيدباك. فعشان كده ربطناها بيها، ان معنى كلمه ريكيرسيف ان هي حاجه هترجع تاني، حاجه متنيه كده بترجع التاني، تعمل لك زي كيرف كده بيرجع يوديك على نفس النقطه اللي انت بدات منها. فهو ده معنى كلمة recursive. وممكن ندور عليها برضو هنا حالا، الكلمة بالظبط في الانجليش معناها ايه، عشان انا برضو يهمني الحوار ده. recursive اهو بيقولك هي relating to or involving the repeated application of a rule, definition or procedure to successive results. يعني أنا بعيد حاجة بدخلها تاني كانت موجودة عندي
rule او input او whatever بدخلها تاني برجع لها تاني عشان اوصل لحاجة جديدة. وهو ده مفهوم الريكيرسيف، هو ده فعلا اللي موجود عندي في الفلتر. انا خدت output قديم استخدمته كانبوت للاوتبوت الجديد بتاعي، ده مفهوم كلمة ريكيرسيف نفسها. طيب حتة order بقى نرجع لها تاني، هو اعلى delay موجود عندك. فتروح بصص كده حضرتك على المعادلة الجميلة بتاعتك، تعال نرجع ل SAQ2 ده نبص عليه. المعادلة الأولى مثلا أعلى ديلي موجود عندي مقداره كام؟ في X of N ناقص 2 في N ناقص 3، لا أعلى حاجة هي N ناقص 1، أعلى ديلي 1. يبقى دي من الأوردر الكام؟ من الأوردر الأول. طب يا باشمهندس لو هي كلها X of N ما فيهاش N ناقص 1، هي كلها إنات، يعني كلها Ns بس 2X of N زائد 3X of N، يبقى دي اوردر زيرو. في حاجه اسمها اوردر زيرو؟ اه في اوردر زيرو، حتى الدكتور برضه المفروض شرحها لكم هنا اهو. يعني مثلا في السؤال ده اعلى حاجه في الاولاني الجزء الاولاني المفروض اعلى فلتر هيكون فيرست اوردر، ومساله بي سكند اوردر، ومساله سي ثيرد اوردر من الدرجه الثالثه. ليه؟ لان اعلى ديلي موجود عندك هو ان ناقص 3. يبقى كده النهاردة احنا طلعنا بثلاث معلومات مهمين جدا. أول حاجة ازاي بنجيب الزد ترانسفورم انفرس بطريقتين، ألا وهم اللونج ديفيجن والبارشال فراكشن، وعرفنا ازاي بنعملهم هما الاثنين. عرفنا يعني ايه ريكيرسيف ونون ريكيرسيف، وعرفنا ازاي بنحسب الاوردر او نعرف الاوردر. يبقى هو لما بيجي لك ممكن يجي لك سؤال مجمع في الكلام ده كله. تمام؟ في اي سؤال لحد دلوقتي يا شباب في اللي احنا قلناه ده كله؟ في اي حد عنده استفسار؟ في اي حاجه مش مفهومه؟ في اي حاجه؟ اتفضل يا محمد. اعلى ديلي ولا اعلى ديلي فور فيدباك؟ لا اعلى ديلي ان توتال، اعلى ديلي للانبوت اللي هو غالبا هو بيكون اعلى ديلي موجود عندك، يعني للإكسات مش لازم يكون للفيدباك. أعلى ديلي موجود عندك مقداره كام؟ Please can you repeat the last part in partial fraction please. ماشي، اللي هو تقريبا أنت تقصد عليه الجزء بتاع الجدول صح؟ الجزء اللي احنا استعملنا فيه الجدول. ماشي طيب ثواني أجيب لكم، يعني اعتقد دي هتكون احسن حاجه نقدر نعملها ان انا اوريك. انتوا شايفين كده المفروض الوايت بورد، افتح لكم برضو الجدول عشان تبقوا شايفينه. زد ترانسفورم تيبل هو ده التيبل اللي انا اعمله اهو. هو طيب تعالى بقى اوريك كده سريعا، نعمل لكم شير للراجل المحترم ده سكرين، ونروح على الانترنت هنا كده. ودي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها. طيب تعالوا عشان هيرجع دي وجع دماغي، دي واحدة انزلها لكم بحيث ان يبقى نعرف نزوم براحتنا. هعملها بس داونلود سريعا. ونقدر دلوقتي نشير السكرين كلها. طيب نبص كده، ده شكل التيبل بتاعي اهو، بيكون موجود عندي الحاجه اللي هي في التايم دومين على الشمال،
والحاجه اللي المفروض في الزد ترانسفورم اللي اتعمل لها زد ترانسفورم على اليمين. فانا قعدت ادور، قعدنا كده نشوف، لقيت كل حاجه المفروض انا عايز حاجه فيها بسط ومقام، فبصيت على الحاجات اللي فيها بسط ومقام، تلاقي زد 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 مضروبه في حاجه، زد مضروبه في حاجه، زد مضروبه في حاجه. انا الشكل المعادله بتاعتي فيها رقم من فوق، فيها 9 بس مش مضروبه في زد. ففي واي اوف زد، لا انا لسه برضه انا عايز واي لوحدها، واي لوحدها ما فيش. لقيت هنا قفشت مين؟ واحد على زد ناقص الواي. طب انا ممكن اخلي التسعه دي ممكن اخليها واحد؟ سهل، تاخد التسعه طلعها بره. هل لازم يجي لك الشكل كده؟ لا، العب بقى براحتك. يعني ايه العب براحتك؟ يعني انطلق، شوف انت الشكل اللي تقدر تقرب له هو مين وروح على اساسه. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مثلا هتيجي تقول لي هضرب في البسط والمقام في زد، يعني هضرب فوق وتحت في زد عشان اوصل لشكل يكون قريب من كده، ماشي. شوف بقى هتقعد تلعب في شكل السيجنال ازاي، او شكل المعادله سوري اللي طالعه لك ازاي، بحيث ان انت توصلها لحاجه بالمنظر ده لازم عشان تعمل لها الانفرس. فانت توقع ان مش لازم المعادله تكون جايه لك سهله وجميله ومتظبطه ان هي تلاقي واحد على زد ناقص 5 مثلا، لا ممكن تكون بالظبط زي ما احنا عملنا كده، لقيناها 9 على زد زائد 2 من 10. فيبقى انا كده بفهم ان ده الشكل اللي انا عايزه، بس هطلع التسعه بره وهكذا. فلما جيت بصيت في الجدول لقيت ان دي اقرب حاجه فعلا ليا، رحت مطبقها، خدت الشكل ده كده ورحت مطبقها للمعادله بتاعتي اللي هي هنا. اهو رحت واخد الكلام ده عملت لها كوبي ورحت ناقلها عندي عشان ابقى عارفها في الورقه بتاعتي، وادي المعادله بتاعتي فعلا قريبه منها. ورحنا ابتدينا ندور الاول يعني ايه يو اوف ان. ما انا ما اعرفش ايه اليو اوف ان، ما انت لازم تبقى فاهم اصلا ايه فايده التيبل ده. هو التيبل ده بيعمل لك ايه؟ المفروض من حاجه فيها زدات اللي هي انا ما اعرفش شكلها دي، اللي هي بتكون حاجه في الفريكونسي، هرجعها لشكل في التايم. يعني ايه شكل في التايم؟ يعني اقدر ارسمها كده، يعني ممكن تروح هتعمل لي محور اكس وواي وتبدا تعمل لي سامبلز بتعبر عن المعادله بتاعتك. فكان لازم يديك حاجه ليها رسمه، يعني لازم يديك حاجه ليها رسمه، ساين كوزاين، وهتلاقي فعلا في التيبل فيه كده، في ساين وكوزاين موجوده عندك. فهو هنا قايل لك ايه؟ ده انا عندي يو اوف ان، اليو دي المفروض معناها ايه؟ معناها يونت ستيب فانكشن. واليونت ستيب فانكشن دي اللي شكلها المفروض عامل ازاي؟ دي اللي قلنا انه المفروض شكلها بيكون حاجه بالمنظر ده، واحنا راسمين قلت لك والله هي حاجه كده، وكل فيها كذا سامبل، كل القيم بتاعت السامبل دي بوحايد، حتى اللي عند الصفر بواحد، واللي اقل من الصفر كله بصفار. فدي كده اليو اوف ان. انا فاهمها وعارفها في دماغي وداخل الامتحان وانا عارفها. فلما جيت بصيت في الجدول لقيت يو ان ناقص 1، يبقى انا لازم اعمل ديلي للسيجنال دي، رحت اعمل لها ديلي بمقدار 1. طب 1 يمين، هشد السيجنال بمقدار 1 ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ هشوف هي ناقص يبقى شدها ناحيه اليمين، شدتها ناحيه اليمين يبقى انا خلاص وصلت للشكل ده، انا فهمت هو ايه، اقدر اعبر عنه بمعادله، اعبر عنه معادله. تيجي تقول لي ان واي او سوري يو اف ان ماينس 1 يا باشمهندس، في شكل المعادلات شكلها عامل كده، ان هي بواحد لما الان اكبر من او بتساوي الواحد، وبزيرو لما الان اصغر من الواحد. يعني عندي الزيرو هنا 1 2 3 4 5 مثلا، وهنا سالب 1 سالب 2 وهكذا. فلما جينا عملنا لها ديلي ايه اللي حصل؟ بقى اللي عند الصفر ده ما بقاش بواحد، لا ده بقى بزيرو. وبقى أول حاجة قيمتها بواحد اللي عند السامبل اللي رقمها 1، فرحت معبر عنها بشكل المعادلة دي. خلاص أنا فهمت شكلها كمعادلة عاملة إزاي، رحت واخد الشكل ده يا سيدي ورحت حاطه هنا كده، وابتديت أطبق على معادلتي. بقى في هنا المفروض واحد خفية كده، يعني في المفروض هنا في واحد خفية اللي هي دي مضروبة في الكلام ده كله. الكلام ده كله جبته منين يا باشمهندس؟ طب تبتدي تطبق بقى الشكل ده. هو الراجل بيقول لك ان الواي اللي موجوده تحت على اليمين دي هترجع تبقى واي اوف ان ناقص 1. خلاص انا اروح واخد الواي اللي هي دي المفروض، اللي هي تبقى بسالب 1 من 10 لان انا الشكل عندي هنا فيه سالب، يبقى سالب 1 من 10 احطها اس ان ناقص 1 لان ده اللي المعادله بتقول عليه في التيبل. بعد كده في على فكره 9 اهي موجوده بره ما تنساش تضربها، رحت منزل التسعه. بعد كده اقول الناقص، ادي الناقص نزلت. التمانية، رحت منزل التمانية. بعد كده واحد على زد زائد 2 من 10 يتطبق على الشكل ده،
رحت قايل ان الواي بقت 2 من 10 رحت منزلها بسالب 2 من 10 لان هي سالب واي ورحت حاطط الان ماينس 1 اللي موجوده عندي هنا يبقى انا بطبق الترانسفورم اللي حصل عندي كل ده جوه المعادله دي اهي اللي انا كنت فهمت يعني ايه اليونت ستيب منها فانت فكت اللغز ده كله كانت في ان انت بس تفهم يعني ايه يونت ستيب يعني ايه تفهم يو اوف ان دي بتعبر عن ايه خلاص انت عرفت اليو اوف ان خلاص تروح كاتب لي معادلتها وتروح حاططها وتبدا بقى تضرب فيها الحاجه اللي موجوده عندك في المعادله مضروبه في 9 بعد كده متروح منها 8 بعد كده الواي بتبقى واي اوف ان ماينس 1 براحتك بقى وانطلق فيها وعيش حياتك ماشي كده مفهومه بشويه ماشي بص يا محمد لو لسه فيها مشكله الحوار ده مهم جدا لو لسه فيها مشكله قول لي ممكن بعد ما السيشن تخلص والناس كلها تمشي نتفق مع بعض ونقعد كده في يوم نقعد نشرحها تاني انا وانت مفيش مشكله لو لسه مش مستوعبها بس احنا كده كده هنطلب ايه عليها شغل فانت هتشتغل بايدك هتلاقي نفسك بتمشي خطوه بخطوه حاجه بتعطل معاك فتلجا لي ونمشيها كده واحده مع يعني واحده واحده مع بعض كده اوكي خلاص مفيش مشكله طيب عشان الاستاذ كان محمد عصام برضه قاعد يقول السيشن بتاعت المره اتطولت للساعه 4 فانا كده انا خلاص كل اللي انا عايز اشرحه النهارده شرحته ده كل اللي احنا عايزين نقوله النهارده من شغل مفيش اي حاجه جديده عن كده الاساينمنت بتاعك هيكون زي ما قلت لك على الحاجه اللي احنا عملناها اللي هي الاساينمنت رقم 3 يعني احنا لسه عاملين شير سكرين لا احنا عاملين للوايت بورد اللي هو ده وهنزله لكم النهارده ان شاء الله هطلب منك ان انت تعمل المعادله دي انت عملت لها قبل كده ترانسفير فانكشن في ورقه صح شوف بقى لو هتعيد نفس الخطوات تعيدها تاني او لو على طول تطلع الناتج اللي انت كنت عملته من الترانسفير فانكشن اللي هو كان مثلا واي على اكس بتساوي حاجه الحاجه دي اللي انت طلعتها دي بقى انت المفروض هتعمل لها انفرس هبقى طالب من حضرتك تعمل لها الانفرس بطريقتين تعملها لي باللونج ديفيجن والبارشال فراكشن وتقارن لي كده الاوتبوتس ببعض وبعد كده هديك الحاجه اللي كانت في شابتر 4 برضو ولا اقول لك خلاص انتوا طالما فاهمين اعتقد ان الحوار مش هيكون ولا اقول لك لا ننزلها برضو اسايمنت انا معلش ننزلها برضو اسايمنت خلاص هيبقى سهل وظريف ان انت على طول بس تبص على شكل المعادلات وتقول لي دي فلتر اوردر 3 دي فلتر اوردر 2 دي ريكيرسيف ودي نون ريكيرسيف تمام هيكون الشغل اللي هياخد من ايدك يعني ربع ساعة ان توتال على ورقة وقلم صور بالموبايل وارفعه لي ومفيش أي مشكلة في أي حد عنده أي سؤال شباب كفاية المسألة دي الله يسهل لك عم محمد في أي حد تاني عنده حاجة إيه ده بجد خلصنا أه أنت مش مصدق مع عبد الله ولا إيه لا خلاص خلص ماشي شباب لو في أي حاجة أنا تحت أمركم أي سؤال أو أي حاجة إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي على خير يلا السلام عليكم